اللقب اللي يستقبل الجريح نادي أرسنال من خلال هذا اللقاء، والذي حقق فوزا عريضا في بطولة كأس الرابطة لاستعادة الثقة في نفسه قبل هذه القمة المرتقبة ما بين الفريقين، هنا ما بين السيتي وأرسنال، حوار عنوانه 3 نقاط مهمة في موسم بدا واضحا وجليا أنه سيكون موسم شرس جدا. دوري الإنجليزي الممتاز تحت مظلة البريمير ليج ما بين الفريقين. إذا الشوط أول ينطلق، ولدينا إلكاي غوندوغان، ولدينا فرصة أوباميونغ، عرضية ترسل عالية، محاولة قائمة لفريق أرسنال، الفريق المطالب بأن يحقق الفوز، الفريق المطالب. طبعا لدينا جابريال جيسوس من جانب فريق مانشستر سيتي الذي أهداف نظيفة، وكما ذكرت في بداية هذا اللقاء أنها من أجل استعادة الثقة بالنسبة لفريق يطمح لأن يتفادى خسارة ثالثة غير مسبوقة إذا ما حدث بالنسبة من مواسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تحت مسمى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن آخر مرة تأتي بلي تمريرة إلى الخلف وصلت بعد ذلك لكنها قطعت لتعود مرة أخرى عن طريق بطولة الدوري بعدما أن كان حاضرا في بطولة كأس الرابطة في منتصف الأسبوع الماضي. كرة منقولة باليسار، عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء، خطيرة تاتيو، ضاعت أولى المحاولات، ضاعت أولى الكرات، وضاعت أولى الفرص الخطيرة من جانب الفريق الزائر، الفريق الذي يعلم تماما أهمية هذا اللقاء. بيب غوارديولا حول طبعا أن الأمر طبعا يتطلب الكثير من الصبر ويتطلب الكثير من الانتظار. كرة منقولة في الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك عن طريق جابريل جيسوس، عند كرة من الطرف الأيمن، لدينا التمريرة، نقلة حاضرة باتجاه اللاعب برناردو سيلفا، عند كرة يحاول فيها برناردو إلى جابريل، عرضية ترسل، راسية، قد تأتي، جول 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 جول، حينما يتحول الكاي إلى الهداف، هكذا يفعل هداف السيتي في الموسم الماضي، نعم بعاداته في موسم مضى، هنا في موسم حاضر يسجل الكاي حينما يتحول إلى الهداف، هكذا يفعل حينما يتحول ويلعب داخل الصندوق، هكذا يفعل في وقت قالوا أن السيتي يعاني من دون مهاجم تقليدي، لكن هنا لاعب خط الوسط بدور الهجوم الذي حضر بدور الهجومي اللي من خلاله وصل وسجل الهدف الأول بعد عرضية جابريل الكاي. وحاول قائمة من الطرف الأيسر، عرضية ترسل، خطيرة تأتي للثاني، جولو لينو يتصدى، لينو في مباراة ذلك في وسط الميدان، كرة تنقل بعد ذلك في وسط الملعب انطلاقا، لأن تأتي محاولة مرور ولكن هناك تدخل كان موجود، وبالتالي خطأ يصفر حكم اللقاء في هذه الأثناء. سيتي مباشرة في هذه الأثناء، الكاي غوندوغان على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة في رحلة التأمين وفي رحلة البحث عن ثاني الأهداف، لدينا هنا الكاي غوندوغان، عند كرة تمريرة بعد ذلك إلى برناردو سيلفا، يرسل كرة عالية، التغطية موجودة، هذا جول 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 من بدري، السيتي يضرب، نعم من بدري أرتيتا، السيتي هنا لا يرحم في بداية شوط المباراة الأول وفي ظرف 12 دقيقة هنا بهدفين بتقدم مرتين بكرة الكاي في المرة الأولى، بعد ذلك من خلال كرة ومن خلال وصول الكاي وصلت في الطرف الأيمن إلى برناردو عرضية صدمت في لاعب أرسنال، وصلت سهلة تماما إلى فيران توريس، يتمكن من إحراز ثاني الأهداف. كان هناك لمس للكرة من جانب لاعب أرسنال في هذه اللحظة، إن كان هناك لمس وإن كان هناك تسلل كان موجود في اللقطة الماضية أو كان هناك خطأ، لكن هنا الحكم مارتن أتكنسون بالفعل يؤكد صحة هذا الهدف ويؤكد كذلك صحة قراره بعد حديثه مع حكم الفار. كرة منقولة وصلت عن طريق أوديغارد، ينقل الكرة إلى بوكايو ساكا، عرضية لا تأتي أرسنال من أجل
اجل العوده. ارسنال تعطش لاحراز الاهداف، السيتي المتعطش للوصول واحراز اهداف اكثر، الذي اختير كافضل مدافع في اوروبا في الموسم الماضي طبعا في الحفل الذي شاهدناه من خلال مانشستر سيتي، الفريق اللي دخل في الموضوع مباشره، الفريق اللي دخل في الموضوع مبكرا في هذا اللقاء. برناردو سيلفا يتقدم، وصلت الى جابريل العرضيه، تاتي للثالث، خطيره كانت من اجل الثالث، ولكن فرن هذه المره حاول ان يستلم وحاول بعد ذلك ان يهيئ لنفسه. مانشستر سيتي كان يفتقد لمهاجم صريح، كان يفتقد لمهاجم عند كره، وصلت بعد ذلك مرة أخرى عند حارس المرمى إيدرسون. إيدرسون ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ وكأنه أراد أن يهدي الأرسنال الهدف الأول في اللقطة الماضية. إيدرسون يا إيدرسون، هنا في هذه الكرة، في كرة أراد أن يمررها، لكن هنا إيميل سميث رو في عملية التغطية الحارس إيدرسون، كرة منقولة في وسط الميدان، ضغط عالي، افتكاك الكرة، لكن مع وجود 20 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، تمريرة حاضرة من الطرف الأيمن في محاولة مرور، لكن مع التغطية كانت موجودة مع كرة وكان على تنفيذ الرمية الجانبية، كرة ستنفذ من رمية تماس شبيهة بركنية، لكن تغطية دفاعية كانت حاضرة، الكرة في الأخير تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى رمية تماس من جديد لمصلحة فريق السيتي، كرة تنقل عالية، التغطية موجودة، الكرة ما زالت، فيران يحاول لكن بعد ذلك تبعد إلى رودري، بعد ذلك إلى ووكر، يرسل كرة عالية، التغطية موجودة، الكرة بتعود إلى جاك ريليش، ينقل الكرة إلى أقصى اليسار بتمريرة إلى جاك، إلى جواو، بعد ذلك التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية في محاولة لضغط من جانب فريق مانشستر سيتي، الكرة يتقدم في وسط الميدان، بعد ذلك عملية دفع وعملية شد وجذب في اللقطة الماضية، وبالتالي هنا خطأ يصفر حكم اللقاء، الحكم السيد في خط الهجوم كمهاجم تقليدي، ومن بين هذه الأسماء فيران توريس من خلال هذه الكرات المتناقلة بين أقدام لاعبي فريق مانشستر سيتي. هنا كرة خاطئة من إيدرسون، تمريرة، جول جول جول، ضاعت، ولكن هناك راية مرفوعة في اللقطة الماضية، هناك تسلل كان موجود، هذه هي الكرة من الطرف الأيمن، كرة منقولة وصلت عن طريق ساكا، يتقدم يحاول أن يمر، لكن في الأخير الكرة تفتك، ساكا الذي تعرض لإصابة في المباراة الماضية في بطولة كأس الرابطة في مباراة اليوم من جانب فريق مانشستر سيتي، بينما بين وايت وغابرييل وبارتي انكتياب الأسماء التي لا تتواجد من جانب فريق أرسنال. الخطأ كان موجود بطاقة صفراء على اللاعب كولاسيناتش في اللقطة الماضية، البحث عن زيادة الجراحة لفريق جريح وفريق أرسنال، منقولة كرة عالية، التغطية كانت موجودة في الأخير، وعطفا على الأهداف التي أحرزها في الموسم الماضي، الكاي غندوغان على تنفيذ الركلة الركنية، كرة عالية، تصدي من لينو، يتصدى لينو، ريال مدريد إلى فريق أرسنال في الموسم الماضي، كرة منقولة في وسط الميدان، لدينا التمريرة، هنا سقوط مطالبة، كان بوجود خطأ، الحكم أشار إلى استمرارية اللعب، الكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج الملعب، وعادت إلى رمية التماس في هذه اللحظة، يحاول في هذه الكرة اللاعب الجابوني، عنده كرة، سجل هاتريك في المباراة الماضية في كأس الرابطة. ذلك الفوز. وصل بعد ذلك من الطرف الأيسر. كيران تيرني عنده كرة، يتوقع الخطيرة، تأتي. مطالبة بوجود ركلة جزاء. هل كان هناك ركلة جزاء لكيران تيرني؟ هكذا تقدم وهكذا توغل. ستكون الركلة الجزائية رقم 100 التي يحتسبها الحكم السيد مارتن أتكنسون. يمر الكرة بعد ذلك باتجاه الكاي غوندوغان، لكن أمام النرويجي مارتن أوديغارد اللي قطع الكرة الماضية لتعود بعدها إلى خارج الملعب. جريليش يحاول تمريرة باتجاه جواو، كانسيلو يتقدم من الطرف الأيسر، كانسيلو يريد أن يمر، تقدم، توغل، فرصة تأتي ولكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى، يتعطشون من أجل هدف ثالث، يريدون أن يسجلوا الثالث التي أحدثت الكثير من الفارق. 5 أندية زائرة فقط تمكنت من الفوز، هنا لدينا محاولة قائمة، تدخل كان موجود، خطأ يصفر حكم اللقاء، وبالتالي هنا بطاقة صفراء أخرى ستظهر في هذه اللحظات بعد التدخل. حمراء، البطاقة الحمراء في البداية
كانت البطاقة الصفراء، لكنه استقر بعد ذلك السيد مارتن أتكنسون على البطاقة الحمراء وطرد جرانيت شاكا لتزداد المصاعب أكثر. جماهير نادي أرسنال تغادر أرضية الملعب لأن ما يحدث لا تتحمله هذه الجماهير. خط موجود ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق مانشستر سيتي، الفريق الذي سيحاول في كرة من الكاي غوندوغان عالية طويلة، تغطية موجودة. أرسنال شارة للبطاقات الحمراء، هنا لدينا ركلة ركنية ستنفذ، كرة تلعب من جانب الكاي، راسية لا تأتي، الكرة ما زالت هنا، التمهيد والتسديد، ضاعت هذه الكرة. نعم هو فريق لا يرحم، هو فريق يعشق الأهداف. كمل المباراة مارتن أتكنسون، ركلة ركنية ستنفذ، الكاي غوندوغان يرسل كرة عالية، تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، وصلت هذه الكرة عن طريق جابرييل. الطرف الأيسر من جديد لمصلحة السيتي، عرضية ترسل لكن الكرة بتعود، المحاولة مستمرة، بل المحاولة فريق مانشستر سيتي في بحث عن ثالث الأهداف، كرة تلعب عالية، راسية تأتي لكنها تحولت في إثارته في كثير من الأحداث فيه. هنا ركلة ركنية منقولة، كرة عالية، راسية تأتي بعد ذلك تصدي من حارس المرمى، الكرة باتجاه برناردو سيلفا، عند الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن، ساكا في عملية قطع الكرة، ولكن سرعان ما يأتي الضغط، كرة ونقلة حاضرة إلى أقصى الطرف الأيسر، منقولة كرة عالية إلى جابرييل، ولكن لينو هذه المرة هو من تدخل. أبدا 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 هي البداية التي لم تعشها جماهير فريق أرسنال. مانشستر سيتي عن طريق الحارس إيدرسون من جديد، لدينا نقلة، تمريرة بانطلاقة، وصل بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى، سريعة هذه الكرة من فيران، ينقل الكرة إلى جاك، جريليش يتوغل، جريليش عند كرة، فرصة تأتي لهدف، جول 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 جول. أوه يا سيتي، ما هذا الذي يحدث هنا يا ميكيلي أرتيتا؟ نعم، وكأنه فريق غاضب، هنا فريق لا يرحم، هنا فريق يعشق الأهداف، تلو الأهداف، تلو الأهداف. نعم مانشستر سيتي من أجل الثالث كان البحث، فكان المراد وكان المبتغى بتقدم جاك، بوصولي وتوغل جريليش، بعد ذلك تمريرة إلى جابرييل، جابرييل، جول 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 جول، الهدف الثالث للسيتيز. تمريرة حاضرة من أجل الرابع، هنا فرصة التقدم، فيران عند كرة، فرصة لعرضية تأتي ولكن مقطوعة، عادت مرة أخرى عن طريق جاك، جريليش يتقدم في اليسار، يرسل الكرة باتجاه برناردو، وصلت بعدها إلى خارج الملعب. إذا سابق أمام تلميذ لا يرحم فريقه، هنا كرة بتعود مرة عند كرة روبن دياش، التقدم في الطرف الأيمن، تحولت إلى خارج الملعب، أصبحت إلى ركلة مرمى عن طريق جابرييل، جيزوس والتمريرة بينية، فرصة لأن تأتي من أجل الرابع، عادت بعد ذلك إلى اليمين لكنها تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى، وصافرة المدرب مارتن أتكنسون لم تتأخر لتعلن نهاية هذا الشوط الأول. يا أحب الكرام مشاهدينا، مرة أخرى شكرا للزميل مهند الجالي، وكذلك شكرا لضيفيك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أرحب بكم. سيتي شوط ثاني ينطلق، الكاي غوندوغان يرسل كرة من الطرف الأيمن في محاولة من اليمين، بعد ذلك عرضية ترسل عالية من أجل الرابع، هذا البحث هنا جواو كانسيلو، انطلق طبعا من الطرف الأيمن اللاعب اللي انتقل من اليسار إلى اليمين، بعد ذلك استلام لهذه الكرة، هذه الكرة في محاولة، وصول بعد ذلك إلى رودري في الطرف الأيمن، بعد ذلك عرضية تأتي، الكرة في الأخير تحولت إلى خارج الملعب، يبحثون عن رابع الأهداف. كم أنت قاسي القلب يا بيب غوارديولا، أمامه يبحث عن ثغرات من خلال كرة وصلت إلى من جاك ريليش، لكنها تحولت بعيدة إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى، عادت إلى الكاي غوندوغان، عند كرة في وسط الميدان، منقولة هذه الكرة إلى جريليش، يتقدم يحاول جاك، عند كرة تمريرة، فرصة للرابع، ضاعت، ما زالت في تسديدة أخرى خطيرة من أجل رابع الأهداف، لكن دفاعات أرسنال في هذه
أثناب في عملية إبعاد لكرات وصلت إلى إلكاي. غوندوغان يتقدم، غوندوغان والتسديد، لكن الكرة بتعود من جديد الطرف الأيسر أمام روبن دياش، لكن عودة جواو كانسيلو هنا في اللقطة الماضية في استخلاص. هنا جاك غريليش يتقدم، غريليش والتسديد، الكرة بتعود مرة أخرى، عادت مرة أخرى باتجاه زينشينكو. هكذا يطبق الخناق نادي مانشستر سيتي على 10 لاعبين من جانب أرسنال. هنا فرصة ما زالت والتسديدة تأتي. الله بنقلات وبلمسات وبضغط وبسيطرة حتى جماهير أرسنال هنا تحتفل في لقطة غير مسبوقة، في لقطة غير عادية. جماهير أرسنال هنا تحيي رودري على هذا الهدف. يا أرسنال، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث هنا في هذا اللقاء؟ رودري، رودري بتسديدة يمينية. نعم، لأنه فريق مانشستر سيتي وصلت هذه الكرة بعد ذلك نقلة من أجل الخامس. هنا فرصة تأتي، خطيرة كانت، خطيرة كانت، رفقا رفقا بأرسنال يا بيب غوارديولا. هذا لسان حالي كذلك محب ولا يشجع نادي أرسنال، يعلم يعلم يقينا أن الفرق الكبيرة قد تمرض. نعم، هنا لدينا فرصة تأتي، محاولة قائمة والتسديد، وكأنها ليلة احتفال هنا في ملعب. لدينا فريق قادر على أن يفعل الكثير مثل ما فعل في السنوات الماضية. ركلة ركنية ترسل عالية، التصدي من حارس المرمى، التألق هنا هذه المرة من جانب، ليس عليها فقط إلا أن تشاهد مثل ما قال وأن تشاهد تلك المباريات الكلاسيكية لفريق كان يخشاه الجميع، لفريق كان يمتع الجميع، لفريق برناردو سيلفا اللي طبعا كثرت حول الأحاديث حول انتقاله، حول مغادرته لفريق مانشستر سيتي، وبالتالي اليوم قد تكون هي المباراة الأخيرة بالنسبة لبرناردو سيلفا. وصلت بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق رحيم، يمرر كرة خطيرة تأتي لكن تغطية. أوباميون يغادر أرضية الملعب، لاكازيت هو من يدخل بديلا في تشكيلة فريق أرسنال. هذا هو تغيير كرة، وصلت في اليسار زينشينكو والعرضية لن تأتي من أجل خامس الأهداف، من أجل خامس الأهداف. ينقل الكرة باتجاه جابرييل، جابرييل جيسوس يحاول أن يمر، بعد ذلك مرور آخر لم يتم، كانسيلو في الطرف الأيمن ورودري، عرضية لن تأتي ولكن الكرة. رياض محرز سيدخل بديلا النجم الجزائري، رياض محرز إذن هو من سيدخل بديلا في هذه الأثناء. اليسار زينشينكو عند كرة عرضية ترسل، الكرة ما زالت لكنها في الأخير طالت وتحولت. قبل 10 سنوات هنا في مدينة مانشستر يخشى أن يحدث هنا عشاق أرسنال من جديد. راسية تأتي من أجل الخامس لكنها تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق أرسنال. كرة منقولة في وسط الملعب، وصلت كرة عالية باتجاه جاك، عادت بعد ذلك من سيدريك إلى خارج الملعب، تحولت إلى رمية جانبية. 5 مرة أخرى هنا بأربعة أهداف حتى الآن على مستوى هذا اللقاء. كرة منقولة من الطرف الأيمن، لدينا تمريرة قدم من الطرف الأيسر، غريليش يحاول نقلة حاضرة إلى رحيم ستيرلينغ، خطيرة للخامس، ضاعت إلى ركلة مرمى. تحولت هذه الكرة، رحيم ستيرلينغ يريد أن يكون له نصيب كذلك. رياض محرز بنقلة بتمريرة إلى رودري، وصلت إلى جواو كانسيلو العرضية، إنني في عملية قطع الكرة لمصلحة فريق أرسنال. أرسنال يغرق، يغرق، نعم هو كذلك. خطأ موجود لمصلحة فريقي، بطاقة حمراء في 438 مباراة. هذا الحكم اللي إذا ما صفر ركلة جزاء فإنها ستكون رقم 100. هنا لدينا كرة منقولة من الجانب الأيمن مرة أخرى، وصلت بعد ذلك الكرة في محاولة لبينية في كرة لرياض. يا سلام، الله 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 الله، على كرة بدايتها من رياض وصلت إلى رحيم.
وأبعد الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة الركنية لمصلحة السيتي عن طريق رحيم. رحيم 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 ضاعت. أوه يا رحيم، أراد أن يكون على الميعاد وفي الوعد مثلما تعود. خطيرة تمشي هذه الكرة من الطرف الأيسر داخل منطقة العمليات. رحيم تأخر مثلما كان. إلى رحيم من جديد في كرة، في محاولة، في تمريرة، في نقلة، وما أكثر النقلات. ماتلاند نيلس هو من يدخل، نيلس هو من يدخل بدلا من أوديغارد اللاعب اللي يغادر أرضية الملعب. عاشق الأرسنال أن تمضي سريعة وأن تمضي. كم من نقلة، كم من تمريرة، لم أعد، لم أحسب. كرة تصل من الطرف الأيسر وصلت إلى رياض، عرضية تأتي، ولكن هذه مرة أخرى لمصلحة فريق السيتي عن طريق رحيم، لكن في الأخير تحولت إلى خارج الملعب. 9 مرات أمام فريق مانشستر سيتي، هنا لدينا رحيم فرصة الخامس، ولكن في الأخير التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، تحولت إلى خارج الملعب. وصلت إلى جاك جريليش، يرسل كرة عالية خطيرة تأتي ولكنها مبعدة داخل منطقة. من زمن هذا الشوط الثاني هنا مطالبة بوجود خطأ أرسنال لمصلحة فريق مانشستر سيتي. كرة منقولة في محاولة رياض، محرز عنده كرة، هنا فرصة لأن تأتي، عرضية تأتي خطيرة، تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت ستبقى عالقة في أذهان كل محبي بطولة الدوري. هنا فرصة الخامس، جول. أوه يا رحيم السيرلينغ هذه المرة في فرصة، لكن لينو هو من تألق وهو من تصدى. تمريرة بعد ذلك عن طريق رحيم، سيرلينغ ينقل الكرة من الطرف الأيمن، لكن تسلل، تسلل كان موجود. رايا كان في لحظات مغادرة أرضية الملعب، ولا تزيد، تخيل ولا تزيد لفريق أرسنال. الشوط الثاني 91% مقابل 9% نسبة الاستحواذ. يا الله، متى يعود أرسنال مثل ما كان؟ متى يعود هذا الفريق؟ لكن هنا فرصة تأتي لفريق مانشستر سيتي، لكنها بتعود بعد ذلك سهلة عند حارس تماما جماهير أرسنال. كرة تصل عن طريق رياض، يتقدم، يحاول رياض والتسديدة، ولكن إلى خارج الملعب. لدينا هنا رحيم، وصلت بعد ذلك من رحيم، رحيم مررها باتجاه رياض، محرز عنده كرة، يرسل كرة عالية خطيرة تأتي ولكنها طالت على رودري، تحولت إلى خارج الملعب وأصبح إلى ركلة مرمى لمصلحة فريقي أمام فريق تشيلسي. انطلاقة الآن تأتي لفريق أرسنال، محاولة قائمة عرضية باتجاه لاكازيت. مانشستر يونايتد في ختام مباريات هذه الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. مرة أخرى وصول من جواو كانسيلو، عنده كرة يحاول فيها رياض، محرز الآن عنده كرة رياض، والعرضية ترسل عالية راسية، جول 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 جول. 5 صارت 5، نعم، لفريق مانشستر سيتي الآن 5 الأهداف مثلما فعلوا هنا في ملعب الاتحاد في آخر مبارتين أمام أرسنال. هم يفعلون اليوم، هم يفعلون اليوم في ثالث المباريات على التوالي بخماسية. هنا السيتي يضرب، هنا السيتي يضرب ولا يبالي، هنا السيتي لا يرحم، هنا السيتي القاسي قاسي قاسي كما أنت قاسي القلب يا مانشستر سيتي في هذا اللقاء. على الاتحاد رياض عنده كرة، تمريرة بعد ذلك الكاي غوندوغان والتسديدة، محرز يتقدم مرة أخرى، محرز يرسل كرة عالية إلى أقصى الطرف الأيسر لكنها مقطوعة أمام إيفرتون. فاز فريق مانشستر سيتي وبعد ذلك أمام فريق نوريتش سيتي، وقبل أيام أمام فريق نوريتش، واليوم أمام فريق أرسنال. الكرة منقولة من جاك، فرصة لن تأتي، لكن الكرة بتعود مرة أخرى. كرة انطلاقة سريعة لا تأتي لفريق أرسنال في محاولة من أجل هدف، لكن هنا السقوط من دون خطأ، لا خطأ. من أجل السادس لك أن تتخيل، من أجل السادس لك أن تتصور. الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة فريق أرسنال، ضغط عالي لكن مع وجود خطأ كتمتها جماهير فريق أرسنال كثيرا. ما لديه يا رياض، هنا يتقدم يحاول فيها رياض، وتمريرة نقلة حاضرة. الكرة بتعود مرة أخرى من الطرف الأيمن، الكرة
مرة أخرى عن طريق رياض. محرز عند الكرة يحاول فيها، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية، الحكم أشار إلى استمرارية الأجريليش، يتقدم في وسط الميدان، بعد ذلك جاء التدخل كان حاضر هنا لصفيرة الحكم تأتي لتعلن عن وجود خطأ ولتعلن عن وجود ركلة حرة مباشرة في هذه الأثناء لمصلحة أرسنال العالية ولمصلحة السيتي. خطيرة خطيرة خطيرة، ولكنها تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات. انطلاقة رحيم ستيرلينج إلى رياض، رياض في الاستلام، محرز محرز، أوه رياض استلم وتقدم وسدد كرة، لكن مباريات المنتخبات الدولية هنا كرة تصل عالية خطيرة، السادس السادس السادس، أوه يا لينو، خمسة من غير التي انقذها وانقذها الحارس لينو في لقطة جواو كاسيلو. الكاي غوندوغان يرسل الكرة، لكن هنا لينو في عملية التصدي في اللقطة الماضية في الكرة التي منعها الحارس لينو في الكرة الأخيرة. حكم اللقاء هناك إصابة، لكنها اليوم هنا داخل أرضية الملعب تسعد، داخل الملعب تفرح مع فرحة بيب غوارديولا بتفوق كبير للأستاذي على التلميذ. غوارديولا خمسة، مانشستر سيتي أرتي تلاشيد فريق أرسنال. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها، على أمل نلتقي وإياكم في لقاءات قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.